السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده يا جماعة، بعد ما خلاص ثبتنا الباكج وعملنا الكونفيجريشن بتاعتها ان هي تقبل اكتر من لغة على حسب اللغات اللي احنا محددينهم، احنا محددين بس فيها AR و EN فهي هتقبل معانا. اما لو كتبت باكج الـ AS مثلا اللي هي مش موجودة في الملف بتاع الكونفيجريشن بتاعها اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت، اللي هو اسمه في الفولدر بتاع الكونفيج لارافيل لوكاليزيشن، لو انت ما مش كاتب اللغه دي فيها فبمنتهى البساطه هيضرب معاك هنا ايه ايرور، او هيريدايركت على الديفولت لانجوج. هنشوف دلوقتي هيعمل معاك ايه. قال لك نوت فاوند، تمام، لان هي اللغه دي مش متاحه معاه. ايه هو اللي متاح معاه؟ الاي ار والاي ان بس، زي ما احنا عملنا الفيديو اللي فات. طيب عفوا، الفيديو ده ايه اللي هنتكلم فيه؟ هنتكلم فيه على الدايركشن بتاع الديزاين بتاعي، ازاي هنغيره من عربي الانجليزي او من انجليزي العربي، مش واقصد بالانجليزي يا شباب اللي هي اي لغه غير العربي، تمام، لانه اي لغه غير العربي بتتكتب مثلا، ولنفترض هنقول بتتكتب من الشمال يعني، تمام، اما العربي بيتكتب من اليمين. طيب ازاي نعمل الكلام ده كله؟ لو هتفتح معايا السيم ادمن من الرابط بتاعي على الجيت هاب بتاعي، فانت لو دخلت هنا في ال HTML هتلاقي عندك LTR و RTL. افتح معايا ال RTL كده مثلا، ونختار اي حاجة مثلا Vertical Menu Template، خلينا نفتح ده، وممكن نرجع تاني للهوم هنا، ده ال RTL اللي هو العربي يا جماعة يعني، ونفتح ده كده بمنتهى البساطة، ونفتح ال LTR اللي هو اللغة، أي لغة بتكتب من الشمال، ونفتح برضو نفس الملف، يعني نفس الملف اللي هو ده أهو، هنفتحه برضو هنا، تمام. خلينا مثلا نمسك أي صفحة من عندنا، خلينا نبص على الاندكس مثلا، اي اندكس، اندكس هنا برضو اهو، والاندكس هنا، يعني ممكن اخد ده كده بدل ما اقعد ادور، واندكس هنا واندكس هنا. اللي انا عملته ده ايه؟ اللي انا عملته دلوقتي بفتح لك الاندكس في السيم اللي هو معانا اللي احنا شغالين عليه في العربي، اللي هم باعتين الناس بتاع الديفلوبرز بتاع الفرونت اند اللي عاملينه في العربي وفي الانجليزي، تمام. طيب اول اختلاف عندك ده طبعا ار تي ال، سيبك انت ما تقوليش هنا اللانجوج ال اي ان، ده مش هتفرق معانا يعني. هنا الداتا تكست دايركشن ار تي ال، هنا هتلاقي الداتا تكست دايركشن ال تي ار، يبقى دي اول حاجه احنا هنشتغل عليها، تمام، في الاتش تي ام ال. جميل جدا. طيب حاجه تاني، ان انت هنا شايف انت هنا مش مستخدم مثلا اس CSS RTL، شوف هنا الفولدر بيبقى موجود ازاي، هنا اهو الفولدر بيبقى موجود ايه، CSS RTL، CSS RTL، وهنا مثلا ستايل RTL، اما هنا عندك ستايل بس، وهكذا. فدول اللي احنا هنلعب عليهم يا شباب، تمام، منتهى البساطه. طيب هل دول موجودين عندي في الـ في الـ في الملفات بتاعتي؟ طبعا دول موجودين عندي في الملفات بتاعتي. لو هتفتح معايا المشروع اهو بروجكت، افتح البابليك الفولدر اللي اسمه اسيست اللي احنا رامين فيه كل حاجه، افتح ادمن، انا عندي هنا اهو سي اس اس ار تي ال، ونفسه هو هو بس السي اس اس بس بتاع ال ال تي ار، تمام. ده اللي انا بتكلم فيه انه كل حاجه موجوده عندنا. طيب اول حاجه عندنا قلنا هنغيرها اللي هي فين، الداتا تكست دايركشن. انا عاوز اقول ايه بقى؟ عاوز اقول هنا جمله كونديشن، والله انا لو في العربي خليها لي ار تي ال، غير كده خليها ال تي ار، بمنتهى البساطه. هعملها ازاي؟ جمله كونديشن بسيطه جدا بالكلام اللي انا قلته ده وليس الا، هقول اب، تمام، جيت لوكال، ده هتجيب لي اللوكال اللي دلوقتي اللي احنا شغالين فيه اللي هو اي ار اي ان مش عارف ايه الكلام ده كله، بيساوي 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 ار تي ال، سوري 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 جدا، اللي هو ايه ار عربي يعني، خلي لي الدايركشن ده ب ار تي ال، تمام. غير كده
هنا يا جماعة دي جملة الكونديشن لازم بعدها هنا علامة استفهام كده، غير كده والله هتخليهولي ال تي ار. تمام، ده بمنتهى البساطة الكونديشن بتاعي. تمام، طيب تعالى كده نسيف ونرجع نعمل ريفرش ونشوف واحدة واحدة بمنتهى البساطة. انا البطء معايا اهو، لا بحيث ان الناس ما تتوهش مني. انا دلوقتي بريفرش بس عشان يحس بالكونديشن اللي احنا عملناه في ملف الاول. طب انت الملف ده فتحه منين برضه عشان الناس ما تقولش انت فتحت ده منين؟ ده ملف الادمن يا جماعه، فتحته من اللي اوت بتاعي، اللي اوت ادمن اهو، برضه عشان الناس ما تقولش فتحته منين. فيو لي اوت ادمن. تمام، طيب اعمل كده انسبكت كده، ممكن تدوس اف 12 على طول هيفتح لك الانسبكت. عاوزين بس من الريسبكت نبص على الكونديشن اللي احنا كتبناه ده في اول سطر في الكود بتاعي. هنا الداتا تكست دايركشن ار تي ال، ليه ار تي ال؟ لان هو جاب اللوكال لانجوج لقاها ار اي ار، سوري اي ار، فعشان كده اول ما شافها اي ار راح منفذ الامر ايه، يعني هو شافها دلوقتي لقاها اي ار هينفذ اول امر اللي هو ده هيحط لك دي، ففعلا حطها ار تي ال. طب لو ما لقاهاش كده يعني خلينا نخليها اي ان، هتلاقيه حطها لك بايه؟ ب ال تي ار. تمام، ليه؟ لان هو جاب الجيت اللوكال لقاها ما لقاهاش اي ار، ما لقاهاش اي ار، اذا هينفذ الشرط رقم 2 اللي هو ده ال تي ار، وفعلا حطها. تمام، ده بالنسبه لاول حاجه. طيب ده بس ده التكست دايركشن بس. جميل، طيب محتاجين ايه تاني؟ نقلب بقى الدايركشن كانها في المرايه نفسها، ده مش هتيجي غير من ملفات السي اس اس. تمام، هنعملها ازاي يعني؟ هنفتح الشاشه كده بس عشان تشوف ايه الدنيا كلها. اي حاجه فيها ار تي ال هنجمعها معلش تحت بعضنا، يعني مثلا بحيث ان احنا نقدر بس ايه ما نتوهش فيهم، لانه فيهم حاجات كتيره جدا، او بلاش تحت بعضهم لا يكون في الترتيب ده في حاجه قبل حاجه تبوظ سي اس اس ولا حاجه. طيب انا هنا المفروض اعمل في كل واحده من دول كونديشن، ان هي لو انجليزي هتجيب لي من الفولدر ده، لو عربي، سوري لو عربي هتجيب لي من الفولدر ده، لو انجليزي هتجيب لي من الفولدر اللي هو اسمه سي اس اس بس. تمام، لانه احنا قلنا خلاص هنا في السيما اهو ده الانجليزي، ده ال تي ار فعلا بياخد الستايل بتاعه بس من السي اس اس بس. تمام، سي اس اس. تمام، اما هنا في العربي بياخد الحاجه بتاعته من السي اس اس ار تي ال. تمام، وخلي بالك هنا الستايل ده موجودين الاثنين موجودين في السي اس اس، يعني الار تي ال والال تي ار، هتفهم معايا واحده واحده الايه اللي انا عاوز اقوله. طيب احنا نعمل ده ازاي؟ ممكن والله نعملها بطريقه بسيطه جدا، بدل ما كل واحده نعملها اف ستيتمنت والس، اف ستيتمنت والس هتلاقي الكلام ده كبر قوي كده، ممكن نعمل فاريبل. تمام، الفاريبل ده بناء عليه هنحط هنحط الايه الاسم ده، اسم الفولدر بناء عليه. تمام، بمنتهى البساطه، فبمنتهى البساطه يا شباب بدل ما نعمل لكل سطر من دوله، فمعلش في منتهى البساطه يا شباب بدل ما نعمل لكل سطر من دوله جمله، لو مثلا هو عربي هتكتب لي ده والفولدر بتاعه سي اس اس ار تي ال، لو هو انجليزي لا هتكتب لي سي اس اس بس من غير ار تي ال، هتنفذ الكلام ده جمله الشرط ده مع كل واحده من دول، يعني مع دي ومع دي ومع دي ومع دي ومع دي، هتلاقي اساسا ان انت قعدت تكتب هنا اف والس من هنا للصبح يعني، والكلام ده طبعا هيبقى شكله يعني مش لطيف شويه يعني. ففي طرق اسهل، او انت لو فكرت شويه ممكن تعملها بطريقه غير اللي انا هقولها دي. تمام، ولكن احنا هنعمل ملف زي اللي احنا بنعمله هيلبر. تمام، هنعمله هنا اب هيلبر، هنعمل فولدر هنا مثلا وهنسميه هيلبر، وهنحط جواه ملف هيلبر، هنحط فيه ميثود، الميثود ده هي اللي هتجيب لي اسم الفولدر اللي انا هستخدمه ايه، يبقى هحط هنا نيو دايركتوري اسمه هيلبر كده. تمام، اول حرف كابيتال يا جماعه، وهحط جواه ملف الهيلبر بتاعي، ممكن ناخد ملف اي ملف اتش بي من هنا. تمام، وهنسميه هيلبر.
تمام، او ممكن نسميه جنرال، لان انت ممكن يبقى عندك ملف هيلد بار اسمه كونستانت مثلا، وملف تاني اسمه يعني ممكن يبقى كذا ملف، فده الجنرال هيلد بار اللي هنعمل فيه الميثود اللي هتحدد لنا الحاجات دي مع بعضنا دلوقتي. تمام، الملف ده هنمسح اللي جواه طبعا لانه ده احنا واخدينه كوبي من مكان تاني بمنتهى البساطة. بس اللي هنعمله فيها هنكتب public، ماشي، add للجيت ما فيش مشكلة، public function public function، واسم الميثود مثلا والله ممكن نخليها get folder، تمام، get folder method، ده بالشكل ده شباب. تمام، لان انا هنا عندي مستخدم في الادمن، هنا هحط مكان الفولدر ده، مكان الفولدر ده الميثود دي يا شباب. فانا هاجي هنا هعمل تو سنجل كوتيشن ونقطتين، وهكتب الميثود اللي انا لسه كاتبها هناك جيت فولدر، دي اللي هترجع لي اسم ايه، اسم الفولدر. تمام، ده بمنتهى البساطه. تعالى كده نشوف في هنا ايه المشكله، هنا ما فيش اي مشاكل. ملف الجنرال هنا في مشكلة عندي بمنتهى البساطة، انا هشيل كلمة الموديفاير اللي اسمه public، هنخليها function get folder. تمام، الميثود دي بتعمل ايه يا شباب؟ بترجع لي اسم folder. يعني ممكن بمنتهى البساطة انا هوضح لك بس ان انا اعمل ايه، هات return string، السترنج ده هو عبارة عن اسم الفولدر. اسم الفولدر ايه؟ return كده، وممكن ترجع لي مثلا css underscore rtl، او هترجع لي على حسب ما انا عاوز. يعني تعالى معايا افتح هنا معايا الادمن بليد، هنا كان في ايه يا شباب، يعني قبل ما اكتب اسم الموسيقى ده هي ممكن نرجع كنترول زد ونشوف ايه اللي كان مكتوب هنا. اسم الفولدر مكتوب css underscore rtl، ده في حالة العربي، ده في حالة العربي. يبقى هنا underscore، هنا مش underscore، هنا داش تقريبا، داش فعلا يا جماعة، داش RTL. تمام، طيب هو هيرجع لي الفولدر ده او الفولدر تاني في حالة الانجليزي، هيشيله ويحط مكانه ايه، CSS بس. تمام، ده اللي بيشيل الفولدر اللي بيشيل في ملفات اللي هي ايه الانجليزي، ملفات التصميمات الانجليزي. اهو يا شباب نرجع تاني للي سقط مني، عندي فولدرين زي بعض. تمام، في الادمن عندي CSS ده اللي فيه الانجليزي، و CSS RTL ده اللي فيه الايه العربي، ده اللي فيه العربي وده اللي فيه الانجليزي، يعني من اليمين للشمال والشمال لليمين. لو حطيت الفولدر ده هنا هيجيب لي الفندور ده اللي فيه العربي، لو حطيت الفولدر ده هنا اسمه هنا ده هيجيب لي اللي فيه الانجليزي، بس دي كل اللعبه يعني. تمام، فانا هنا هتشيك الاول على لو كانت اللغه، هقول هنا اب جيت اللوكال، تمام، بيساوي بيساوي AR. تمام، انت هترجع لي ايه الفولدر ده، غير كده هترجع لي الفولدر ده، ده يرحمنا من ان احنا نكتب كود كبير جدا هناك. تمام، يبقى هنا على حسب اللغة، لو في هنا حاجة ناقصة جيت اللوكال بالمنظر ده، لو اللوكال الحالية عربي هيرجع لي الفولدر ده، لو بالانجليزي هيرجع لي الفولدر ده. تمام جدا، احنا هنيجي نكتب بقى اسم الميثود دي هنا في المكان ده لكل ايه، لكل الكلام اللي فيه عربي انجليزي. يعني ده مثلا ده مفهوم ده، تمام، مش هنكتب فيه فين اي حاجه فيها عربي انجليزي، ده عربي اهو، يبقى لازم نحط الشرط بتاعنا، وده نفس الكلام، وده نفس الكلام، وده نفس الكلام، وهكذا هعمله وهوقف الفيديو واعملهم. طيب يا شباب، انا دلوقتي غيرت كل الملفات اللي كانت فيها CSSRTL وكتبنا فيها الميثود دي، هنلاقي هنا في حاجه بس هوقف، يعني مش هنعملها دلوقتي لحد ما نشوف شكل الستايل بتاعنا عامل ازاي. قبل ما نعمل، طالما عملت ملف هيلبر يا شباب، انا دلوقتي عملت الملف الهيلبر ده اللي انا لسه عامله، لارافيل مش هتحس بيه الا لما احطه فين، الله ينور عليكم، ما احطه في الاوتولود، في الكمبيوتر اوتولود. فانا هنا هجيب المسار بتاع ده الاول اللي هو اب هيلبرز جنرال، هروح حطه فين، هنفتح مع بعضنا الكمبوزر زي ما عملناه اكتر من مره قبل كده في كل المشاريع بتاعتنا،
composer.json. هتلاقي تحت هنا في البي سي ار، في الاوتولود بي سي ار، تمام. هنزود اري تاني يا شباب هنا، وهنسميه الاري ده كاما، تمام. هزود اري تاني اسمه فايلز. الفايلز ده اري هحط فيه الكلام بتاعي انا، فايلز. وهنا هيبقى بالشكل ده، هحط فيه المسار بتاع الفايل بتاعي. المسار بتاع الفايل بتاعي موجود فين؟ في الاب. بعد كده اتش تي تي بي ولا اب هيلبرز على طول، اعتقد اب هيلبرز، اب هيلبرز. وبعد كده الملف ده اب هيلبرز، هو بدا يقرا معايا جي نيرال. جميل جدا كده هيقرا معايا. طيب تعالى ريفرش كده. تمام، هيقول لك كول تو اندفايند ميثود. حلو قوي. هنعمل ايه؟ هنعمل الجملة الشهيرة بتاعتنا اللي هي كومبوزر دمب اوتولود. كومبوزر دمب، الجهاز هنا بيعمل اكيد اندكسنج، بيعمل كان بيعمل لودنج هنا، فهتلاقي ايه الكلام بيكتب متأخر. كومبوزر دمب اوتولود، تمام، عشان ما حدش بس يقول ده التسجيل سابق الصوت ولا بتاع، يعني لا ده هو بس لما باجي اقفل البي اتش بي ستورم او افتحها او الود فايلز جديده بيعمل لها اندكسنج تحت. الامر كومبوزر دمب اوتولود هتسيبه لحد ما يخلص ونرجع لبعض تاني. تمام تمام جدا يا شباب. بعد ما خلصنا الامر كومبوزر دمب اوتولود علشان نقدر نحس باسم الفانكشن وما يقولش ان هي اندفايند ميثود، هنرجع نريفرش الصفحه اللي احنا كنا فيها، ولكن هنخلينا على الاي ار. تمام اي ار، وندوس ريفرش ونشوف ايه شكل الصفحه. هيبقى ممتاز جدا شكل الصفحه في العربي يا جماعه، ما حصلوش اي تغيير. اذا كل اللي احنا عملناه دلوقتي القديم زي ما هو، يعني مبدئيا بنطمن على القديم انه ما فيش حاجه باظت، ونبص على الجديد اللي هو ايه الانجليش. طيب لو عملت سويتش للغه، وطبعا ما انت مش هتسويتش من هنا، يبقى في قائمه منسدله هنا يا شباب، بس خلينا واحده واحده. فرحت عملتها اي ان، ونشوف ايه ممكن شكل الديزاين ايه اللي هيبوظ، ونبدا نعدله واحده واحده. تمام طيب ده الشكل في الانجليزي يا جماعه، طبعا شكل سيء جدا بس الحمد لله. دلوقتي في ملف وحيد هنظبطه ان شاء الله الدنيا بعدها هتظبط معانا في الانجليزي، اللي هو ايه اللي هو دلوقتي. تعالى بس ركز معايا، ان انت لو عملت انسبكت مش هتلاقي الفولدر اللي انت اللي احنا كنا عاملينه اللي هو سي اس اس داش ار تي ال، وده كله بفضل الميثود اللي احنا عملناها في الملف الهيلبر اللي اسمها جيت فولدر. تمام ليه احنا عملنا كده؟ احنا بنحاول نحسن في الكود بتاعنا يا جماعه. بدل ما اجي هنا مثلا لو فتحت ملف الادمن ده، سوري ملف الادمن ده، وكنت كل شويه اعمل اف ستيتمنت والس، تخيل منظرها كان هيبقى وحش جدا. فاحنا بسطنا الامور جدا، حاول تبسط الامور في كودك بقدر الامكان. طيب دلوقتي ايه المفروض ان هو يتعمل؟ اخر حاجه عندك هنا دي ار تي ال. طيب تعالى نمسح كده، مبدئيا هنمسح، لكن بعد كده مش هينفع ان احنا نمسحها طبعا، هنحطها في الميثود الجديده في الهيلبر بتاعنا، ونعمل ريفرش ونشوف ايه المشاكل اللي عندنا بعد ما عدلناها مثلا للار للال تي ار. تمام حاول ما تعملش ريفرش، احنا ممكن كنا عملنا كنترول اف 5 عشان نتاكد انه الكاشنج اتمسح، فما فيش مشكله نعملها بس لما نشوف اللود للصفحه. يعني هنعمل كنترول اف 5 كذا مره بالمنظر ده، ونسيبها لحد ما تلود لوحدها عشان لو في كاش متسيف التصميمات بتاعتي يتمسح.